السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، ومع برنامجكم الحبيب برنامج نور الحق، معكم أنا محمد عطية مشالي، وأسعد بالتواصل مع حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. كما وعدنا حضراتكم إن سلسلة حلقات البرنامج هتتكلم عن وقاية الإنسان من كل شر ومن كل حسد ومن كل مشاكل بتخص الأسرة وبتخص البيت وبتخص مشاكل العصر اللي بيعاني منها كل الناس. لو في عندك مشكلة بإذن الله بنسعى لحلها، وزي ما أنا وعدت حضراتكم في الحلقة ديت بيشرفني في الاستديو في الوقت الحالي الحاج وجيه السنطيسي راعي برنامج نور الحق. بنتشرف بيك، أهلا وسهلا بيك يا حاج وجيه. أهلا بيك يا دكتور، ربنا يحفظك. ومعي أيضا الدكتور محمد رجب الفراش المحامي بالنقد العام، وهو المدير التنفيذي لشركة الحاج وجيه السنطيسي. بنتشرف بيك يا فندم. أهلا وسهلا، تشرفنا بحضرتك. الله يخليك. النهاردة إن شاء الله هتكون حلقة مثيرة وهتكون حلقة جميلة. بيكون معنا في الاستضافة الحاج وجيه السنطيسي، ما شاء الله عليه، أعماله بتدل عليه، وطبعا أعمال الخير أولا هي اللي بتنجح أي إنسان، لأن لما الإنسان بيتاجر مع ربنا بتكون أفضل تجارة. وما شاء الله عليه الحاج وجيه، هيبدأ معنا إن شاء الله في الحلقة ديت ويقول لنا مشوار نجاحه بدأ إزاي. حابب تعرفنا، نسأل حضرتك انت مشوار نجاحك بدأ ازاي ان شاء الله؟ اهلا، اول يشرفني بيك يا دكتور. ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك. الاول والله الحمد، من سنة 2000 اشتغلت في مجال المقاولات العامة. ما شاء الله عليك، تمام. دخلنا شركات حكومة ما شاء الله، وبعد الهيئات الحكومة ما شاء الله، ومجلس المدينة ما شاء الله، تمام، والكهرباء والري، وخدنا منه شغل وبدأنا حياتنا. تمام. طبعا انت لما بدأت ما بدأتش كبير يا حاج وجيه، انت بدأت طبعا يعني ايه زي ما احنا بنقول بدأت صغير، بس طبعا انت أكيد كبير مقام. الله يخليك، كبير مقام بين الناس كلها، وثناء الناس عليك. احنا لما سمعنا ثناء الناس عليك قلنا ما شاء الله، يعني الحاج وجيه بيحظى بالحب والكرم بين الناس، وما شاء الله عليه كمان ان هو بيقعد في جلسات عرفية وبيكون قاضي بين الناس. فمن الناس ما نختصهم الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائج الناس، وان شاء الله الحاج وجيه ربنا جعله سبب لإسعاد الناس وإسعاد ناس فقيرة وناس غلابة، وما شاء الله بيتاجر مع ربنا. اتفضل كمل يا فندم. ده طبعا المقصود ده انا اسعد بحب الناس ليا. تمام تمام، لان دي هي الصدقة اللي هطلع بيها. تمام ان شاء الله، يعني برب الكريم ربنا يبارك فيك. وبعدين البني ادم فينا ما بيطلعش السلم مره واحده، اكيد سلمه سلمه، اكيد لازم الاول يكون بيصغر واحده واحده مع الطلوع. تمام مش تمام، مره واحده. تمام. واكيد في حد شريك في النجاح مع حضرتك اللي هو اخيك وحبيبك الدكتور محمد رجب الفراج، وهيقول لنا قصه الكفاح مع الحاج وجيه. اتفضل يا دكتور محمد. هو بسم الله الرحمن الرحيم، بداية يعني انا برحب بحضرتك. ربنا يخليك. والبرنامج، وانا سعيد جدا في اللقاء بيكم ان شاء الله. يعني ربنا يبارك فيك يا دكتور. حضرتك، انا الحاج وجيه الاول في صلة قرابة ما شاء الله، ان والدي خال الحاج وجيه. تمام. انا والحاج وجيه توأم ما شاء الله، يعني ما بنسيبش بعض. تمام. في الافراح مع بعض، في الاحزان مع بعض، في كل شيء مع بعض. ربنا يجعل حياتكم كلها فرح ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. كمل يا فندم. الحاج وجيه طبعا انا اخوه الاكبر منه شوية، فبياخد رأيي في بعض الاستشارات القانونية الهامة اللي هو عايزها. تمام. بعض التعاقدات مع أي شركات. تمام. بعض التعاقدات مع المنشآت العامة والحكومية. تمام. والحمد لله بنتوصل إلى الحل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وبنتقي الله في عملنا. والحمد لله الحاج وجيه يعني بسم الله ما شاء الله عليه، النهاردة سمعته بين الناس كل خير. طيب، ما هو ما شاء الله، ما أكيد السمعة ديت سابقة، لأن هو بيتاجر مع ربنا، فما خاب من تاجر مع الله. طبعا. واكيد انتوا ما شاء الله بتتحدوا مع بعض في كل اعمال المقاولات العامه، وفي كل شغلكم بتكونوا انتوا ما شاء الله متحدين مع بعض، ودي هي دي الاخوه وهي دي المحبه اللي بتحظوا بها بمحبه الناس. الحمد لله. كمل حضرتك. وحضرتك، هي كل ده الامور اللي احنا بنتكلم فيها في عمليه الشغل. لما احنا بالنسبه للتجاره مع الله، فهو بيحب ان هو بيعمل الصدقات المخفيه دي كتير،
فاحنا ما بن مش متفقين ان احنا نذيع على الهواء انا بعمل ايه مع لا 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 يا فندم. هو احنا الحمد لله والله احنا بنقول كده بنحس الناس طبعا على الانفاق في سبيل الله، وبنحس الناس ان التاجر مع ربنا. والله بمجرد ما بتتاجر مع ربنا، ربنا بيوصلك لاعلى المناصب وبيوصلك لاعلى المراتب، لان انت بتغني الناس بصدقه. طبعا ايوه اتفضل كمل يا فندم. والصدقه تمام، سيدنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم امرنا بالصدقه اكيد، لان الصدقات هي تجاره مع الله. وطبعا الصدقه بتزيد المال ايوه، وتطفئ غضب الرب تمام تمام، وبتخلي كمان بتقرب الناس منك، حتى لو انا شايل منك شويه او تمام منك شويه ولقيتك راجل بتعطف عليا او بتعاملني معامله كويسه. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا طبعا. وفي الانفاق مش هنقول ان احنا مثلا ننفق على الفقير وعلى المسكين، لا، تهادوا تحبوا. من الهديه بتلاقي كل شيء ميسر باذن الله، لان انت بترضي الناس فاكيد ربنا هيرضيك. وطبعا وراء كل نجاح زي ما دايما بنقول، وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، اكيد اكيد امراه عظيمه أكيد. وطبعا نجاح الحاج وجيه ده اكيد وراء اعانه كبيره قوي، ووراء توجيهات جميله، وهنسمعها منه شخصيا على الهوى دلوقتي، وهو اللي هيقول لي. اتفضل يا حاج وجيه. الفضل يرجع لله ثم للسيد الوالد رحمه الله، رحمه الله عليه، الله يرحمه. بدايه تربيه حلال تمام، وراء هذا المشوار امرأة عظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى على الهوى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم بالصحة والعافية، وأن يرزقهم السعادة الأبدية في الدنيا قبل الآخرة. اللهم أمين. كمل يا حاج وجيه. أيوه. فهي ديت يعني سبب نجاح تمام أي رجل. تمام. مش وجيه سنطيسي. تمام تحديدا، لا تحديداً. هي هي أيوة. سبب نجاح وسعادة المجتمع هي الست أو أو طبعاً. المرأة المصرية. أكيد. فهو الحاج وجيه بيعلن على الهوى دلوقتي، ودي كانت المفاجأة، ان وراء كل رجل عظيم امرأة امرأة عظيمة. فهو بدأ ان شاء الله كان دايما في حد معين ليه معاه مشارك في افكاره، فبدأ ينجح بتوجيهات وبمشورة الاثنين مع بعض، مش ان هو مثلا ان هي بتفرض رأيها او هو بيفرض رأيه، لا، بيكون في لغة حوار بينهم، فبيصير البيت فيه سكينة وبركة، لأن هو بيتقي ربنا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أنفاسه: استوصوا بالنساء خيرا إنهن ناقصات عقل ودين. فهو هيكمل لنا المشوار الكفاح اللي بدأه. اتفضل يا فندم. بدأنا حياتنا تمام في عيشة فقيرة تمام، في عيشة ريف، في عيشة ريف في محافظة البحيرة طبعا. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. من تحت الصفر ما شاء الله تمام، ربنا خد بإيدينا والحمد لله، اللهم لك الحمد، واحدة واحدة عشنا في وسط الناس تمام، ابتدينا ناخد شغل تمام، نجحنا في العمل بتاعنا تمام، وكملنا مشوارنا والحمد لله دلوقتي يعني على أكمل وجه. طيب هستأذن حضرتك، معانا اتصال الأستاذ أحمد ممدوح. أهلا وسهلا بك يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تشرفنا بك يا فندم. عامل إيه؟ الله يحفظك. أولا إحنا بنرحب بحضرتك معانا على الهوى، وطبعا احنا مش هنثنى على الحاج وجيه، لان هو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ابونا كلنا. فحضرتك اكيد انت احتكيت بيه على المستوى الشخصي، فهو انت حضرتك اللي هتحكي لنا يعني نجاحات الرجل ده على ارض الواقع. اتفضل. نجاحاته اللي هو بيقرب المسافات لبعضها. ما شاء الله. حاجه بيعملها. تمام. بيقرب المسافات لبعضها. تمام. بيعمل الخير. ما بدورش عليه. ربنا يحفظه ويحفظك. اتفضل. ان شاء الله. تمام. ان شاء الله. هو منور الشاشه وانت منور الشاشه. ربنا يبارك لك، ده احنا سعداء بيكم وباتصالك الجميل، ونورتنا في البرنامج بتاعكم كلكم ان شاء الله. برنامج جميل والله. ربنا يحفظك. الراجل اللي قاعد قدامك ده جميل جدا. ربنا يبارك لك يا رب العالمين. خالص خالص خالص. ربنا يبارك لك يا فندم. متشكرين لحضرتك. متشكرين ليك يا فندم. تمام. طيب كان في مشاركة بينك وبين الدكتور محمد الفراش في أغلبية الأمور، طبعا هي دي أكيد سر النجاح، الدكتور محمد هو اللي أكيد هيقولها لنا. والله أنا أعرف أن الحاج وجيه
كتوم شويه في العلاقات اللي هي اللي بيقوم بيها بين الناس. ايوه استعينوا، لكن دي رساله. ايوه لكن دي معلش بقاطع حضرتك، دي رساله بيوجهها الدكتور محمد من خلال الهوى، وهو بيقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي افضل وسيله للنجاح. وطبعا هيكمل لنا الدكتور محمد. الصداقات اللي بتبقى في السر دي بتبقى جميله قوي ما شاء الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا لما عشرته ومشيت معاه وبقيت اروح واجي معاه واسهر معاه واقعد معاه، تمام، لقيت ان الحاج وجيه ما بيقعدش لوحده، تمام، مجموعه من الناس المحترمه المهذبه كبار السن، وبيتكلم معاهم في امور الناس وفي امور مشاكل الناس ومصالح الناس وكيفيه حل مشاكل الناس. تمام. دي مشكله كبيره خالص، تمام، خصوصا تمام. في الريف المصري، في الريف المصري، تمام، لابد ان يكون في واحد عنده حكمه في التعامل وعنده حنكه في التعامل مع الناس، اللي هي بقى اللي احنا بنقولها باللغه البسيطه لغه البساطه. البساطه، البساطه، ايوه، تمام. ده بيجي يشكي له حاله، ده بيجي يقول له انا زعلان من فلان، انا كده، بيبدا يجيب الطرفين ويسمع من ده ويسمع من ده، هو والمجموعه المحترمه بتاعته اللي بتقعد معاه، تمام، وبيتوصلهم لحل محترم جدا وحل وسط جدا يرضي جميع الاطراف، وما نطلعش من خلال الجلسه أو القعده الا واحنا يعني عندنا حب وتراضي وتراضي، ايوه، واخاء. ما هو في ناس، في ناس برضو ربنا عطاها حلاوة في اللسان، الحمد لله. طبعا دي ما جاتش من فراغ، بدليل إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ويا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل حينما ينادي فيضع الله القبول عند أهل السماء وعند أهل الأرض، فيحبه جميع الخلائق، حتى ولو مشى على الأرض ولو مشى على حجر أحبه لأن الله أحبه. الله، فهذه الله شهادة أعلنها وأنا على الهوى الوقت، إن أحب هذا الرجل في الله ولله، وإنا نحبك في الله كما أحببتنا. وربنا يبارك فيك يا فندم. الله يخليك يا دكتور. الله يحفظك يا حاج وجيه. طيب كمل حضرتك، كمل يا حاج وجيه. انا مخصص في كل قريه من اهل الريف عندنا، في محافظه البحيره عموما، وبتحديدا في مركز دمنهور. تمام يا فندم. بالنسبه للقواعد العرفيه، الجلسات والقواعد العرفيه، حل النزاع بين العائلات وبعضها ما شاء الله، وبين اي مشكله، تمام، وبعدها، تمام، وبناخد الامر من السيد رئيس مباحث مركز دمنهور، تمام، احمد بيه الشرقاوي، تمام، تمام، حفظه الله، تمام، لهذا البلد وراعي هذا البلد، ورجل عظيم وفي مكان عظيم. أسأل الله أن يحفظ مصرنا يا رب العالمين، يا رب العالمين. طبعا هنقطع كلام حضرتك، ومعانا الدكتور عاطف وليل. أهلا وسهلا بيك. تشرفنا بيك يا فندم ونورتنا على الهوى. ربنا يبارك في سعادتك، ربنا يبارك في سعادتك، وسعادتك منور، والحاج وجيه سلطان. ازيك يا دكتور؟ بكل الاخوه العاملين بالقناه، كلكم منورين الدنيا. وحشني يا دكتور عاطف. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا حاج وجيه، منور الدنيا. الله يخليك يا دكتور عاطف. الله يخليك. الله يبارك في حضرتك. طبعا اتصالك ده طبعا نبع من الحب، فأكيد لما حضرتك اتصلت علينا اتصلت ان انت عايز تظهر للناس كلها حب الناس للحاج وجيه السنطيسي، فاحنا عايزين نسمعه منك، لان احنا الحلقة دي حلقة حب وحلقة تعارف بين الناس وبعضها، وان الحاج وجيه ما شاء الله مش منحصر حتى في مجال المقاولات العامة، لا هو منحصر كمان في حب الناس ما شاء الله عليه. اتفضل يا سيدي. ربنا يديم الحب على المصريين كلهم. اللهم امين يا رب. بصفه عامه وعلى العاملين بالقناه والحاج وجيه. الله يخليك. الحاج وجيه من الشخصيات اللي يعني الجميع القاسي والداني يشهد لها اللهم لك الحمد، بالسعي للخير دايما، وكثيرا ما يتدخل الاصلاح بين المتخاصمين، ما شاء الله، وله ايادي بيضاء على ناس كتير في زاويه غزال، وله تقدير ومحبه كبيره جدا من ابناء زاوية غزال ومركز دمنهور بالصفه عامه. ما شاء الله، ما شاء الله عليه، وربنا يزيده محبه على حب الناس، واسال الله تبارك وتعالى، وانا في منبر قناه الصحه والجمال، اسال الله تبارك وتعالى ان يديم عليه وعلى اهله وعلى اسرته الصحه والعافيه، وربنا يزيده
تواضع وحب للناس. اللهم امين يا رب العالمين. امين يا رب، ربنا يديله الصحه ويجعل العمل والخير ده دايما في ميزان حسناته ان شاء الله. امين يا رب، ونشكر حضرتك. وربنا يصلح شان بلدنا جميعا. امين يا رب، نشكر حضرتك. نتمنى لمصر كل الرقي والتقدم. اللهم امين، اللهم امين، نشكر حضرتك يا فندم. تمام، تحت امرك فندم. الله يخليك، شكرا يا فندم. معانا طبعا الدكتور محمد رجب، هنرجع له تاني، استاذنا واستاذ القانون واستاذ في القانون الجنائي، فربنا يحفظه. فطبعا اكيد لما كان الحاج وجيه بيقف عليه حاجات صغيره، ممكن تكون صغيره بالنسبه للدكتور محمد، انما هي عند الحاج وجيه اكيد بيحس ان هي جبال وكبيره قوي. فطبعا الدكتور محمد هيقول لنا اكيد على مواقف حصلت وسعى لحلها. والله انا عشرت الحاج وجيه تمام من الصغر، واحنا اتربينا مع بعض عشان احنا نعتبر اسره واحده كلنا. تمام. الابهات قرايب والامهات قرايب والكلام ده. تمام. لكن بصراحه ربنا انا ما شفت معزه في مركز دمنهور او في البحيره بصفه عامه. تمام. الا وفيها الحاج وجيه. اللهم لك الحمد. ما شفت فرح عند اي حد، سواء كان كبير صغير غني فقير، الا وموجود فيه الحاج وجيه. تمام. ما شفتش مشكله بتحل في زاوية غزال بصفة خاصة وعلى مركز على مستوى مركز دمنهور عامة إلا وهو موجود فيها، بيدعم الخير ما شاء الله. وهو أنا بابا فرحان بيه، أنا بقول لهم إن ده هو ابن عمتي وأنا فرحان بيه وفخور بيه كمان، وأنا فخور بيه طبعا. تمام. طبعا أنا لما بدخل مركز دمنهور على شغل أو في أي حاجة وبدخل عند أحمد بيه أو بروح للمأمور أو بتاع وبيعرفهم إن أنا يعني والدي خال الحاج وجيه، اتفضل سعادتك وتعالى، ويعملوا اللي لازم في أي مكان. هو متواجد بحب الناس. تمام. يعني مش عاوز أقول لك، ما والله ما في عقبة وقفت معاه الحمد لله بفضل الله. ما هو دي بقى التجارة مع ربنا. الحمد لله والله بفضل الله ما في حد ما في حاجة وقفت معاه، التجارة مع ربنا. ومعانا طبعا اتصال على الهواء. أهلا وسهلا بك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اهلا استاذ عصام، اهلا بك يا فندم. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يخليك وشرفتنا ونورتنا في برنامج نور الحق. وطبعا الحاج وجيه غني عن التعريف وحبيب الكل. طبعا طبعا انا سعيد وفخور ان انا متواصل معاكم مع البرنامج المحترم. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك يا دكتور محمد، ربنا يخليك يا فندم. وجود رمز وقامه كبيره من قامات البحيرة وليس مجلس قرية داود غزال. تمام. التابع لمركز دمنهور. تمام. طبعا بحيي الحاج وجيه وبحيي الدكتور محمد. سلام يا رب. وبحيي حضرتك وبحيي البرنامج والقناة والقائمين على هذا البرنامج المحترم. ربنا يخليك يا فندم، متشكرين لحضرتك ونورتنا طبعا في البرنامج اكيد. الله يخليك يا فندم. الله يكرمك. اسمح لسيادتك بس تديني دقيقتين. ماشي. يعني اقول حاجه في حق الحاج وجيه. اتفضل. اولا انا بقول له ربنا يبارك فيك وفي صحتك وفي اولادك على كم الخير اللي انت بتعمله لاهل الدايره عندك وخارج نطاق الدايره، ما شاء الله، من اعمال خيريه. تمام. من مساعده لشباب مش قادر على الزواج بيساعدهم في الخفاء. وانا بتاسف الحاج وجيه ان انا بقول الاسرار بتاعته دي. تمام تمام. زائد مساهمته يعني الغير يعني مساهمه كبيره جدا جدا في مساجد ربنا ما شاء الله. تمام. ما شاء الله. وفي حاجه برضه يزيد عن كده ان هو حاكم عليا عامل له غرفه عندنا في قريه ام حوالين منها حوالي 15 عزبه صغيرين. الله. مسمينا قرية تمام. رد المنازعات للحاج وجيه صدقي. ربنا يجازيك خير. وطبعا احنا يعني دي شهادات طبعا الواجبات كأعزاء كأفراح كمناسبات طبعا حالات المستشفى مثال جدا فيها. دي شهادات طبعا طبعا. انا بيوت كتير فتح بيوت كتير. ما انا بقول يعني لحضرتك هو دلوقتي احنا عرفنا طبعا بالحاج وجيه ان هو راجل اهل خير. وطبعا ما يعني هو ما بيحبش حته ان الناس تقول عليه ده بيعمل وبيسوي، فجزاه الله خيرا. واسال الله تبارك واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك له في ماله وفي آمين. اولاده انه ولي ذلك والقدر. ويبارك حضرتك يا دكتور. الله يخليك. وانا سعيد وجيه منور. الله يخليك يا فندم. سعيد سعداء سعداء بسماع صوتك يا فندم. متشكرين لك يا فندم. الله يخليك يا سعاده البشر. في رعايه الله. نشكر حضرتك يا فندم، ربنا يخليك.
طبعا الحاج وجيه طبعا هيرد لنا على انجازاته طبعا على ارض الواقع. اكيد حضرتك اشتغلت طبعا مع شركات بتخص القوات المسلحه، اكيد مقاولات عامه، لان ما شاء الله مجال حضرتك مش منحصر على النقطه البسيطه ان انا بشتغل في مقاولات بس. تمام. وطبعا ما شاء الله سمعت ان في تنفيذ مقاولات في اسفلتات، وتنفيذ مقاولات في شقق وعمارات وفيلات، وما شاء الله في والصرف الصحي. يعني ما شاء الله هو يعني جزاه الله خيرا اولا ان ما شاء الله بيسعى للبناء، زي المبادره بتاع سياده الرئيس اللي هي البناء، عايزين نبني، عايزين نعمر، فهو ده من الناس المعمرين، فهيكمل لنا طبعا الكلام. اتفضل حضرتك. طبعا يا دكتور انا واخد اعمال من القوات المشرفه المصريه طبعا. يعني اكيد قوات مشرفه، لان احنا من غير القوات المسلحه ما نسوى الشيء، لان هم دولت حمايه الوطن طبعاً. ودولت هم اللي بيحمونا، احنا من غيرهم ما نسويش اي حاجه. طبعا هيكمل لنا الحاج وجيه. اتفضل. طبعا لا ينام الليل. اي نعم. حفاظا على شعبها العظيم وعلى ارواح الناس، وعلى ارواح أكيد. الناس طبعا. فالجندي في القوات المسلحه بيقف على الحدود في عز البرد وفي عز الشتاء، علشان ايه؟ علشان يحمي عرضنا ويحمينا احنا كمسلمين ويحمينا كشعب مصر عموما طبعا. فيعني انت حضرتك لما اشتغلت مع القوات المسلحه اكيد حققت انجازات كبيره، فانت حضرتك هتقولها لنا على ارض الواقع. هو حاليا دلوقتي معانا مشروعات من القوات المسلحه تمام، شغالين في مترو المكهرب في العاصمه الاداريه الجديده تمام، وفي بعض مشاريع للعمارات تمام في المساكن تمام بتاعه سياده الرئيس الاعمال الجديده اللي هي بناء مصر بناء ودار مصر الجديده. دار مصر. دار مصر. دار مصر. هو سعادتك تنزل العاصمه النهارده من صحراء ما شاء الله، من صحراء الجنة لجنة خضراء. يعني العاصمة الإدارية دي بقت جنة الله في أرض الوقت، بقت على أرض الواقع، بنشوفها بتزدهر يوم عن يوم بفضل توجيهات القيادة الحكيمة وبفضل توجيهات معالي رئيس الجمهورية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقها بالصحة والعافية. ومعانا الوقت تليفون على الهواء، معانا الأستاذ محمد رمضان. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك والقناة الجميلة. ربنا يخليك فيها عنك وحضرتك. ربنا يكرمك ومصر كلها بخير بإذن الله. اللهم آمين إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. الله يخليك يا فندم. طبعا انت حضرتك اكيد من المحبين للحاج وجيه، وبتشوف شغله طبعا، مش هنقول بقى الاعمال الخيريه، احنا بنقول انت بتشوف شغله، احنا بنقول انت بتشوف شغله على ارض الواقع. الراجل ده شهاده قدام ربنا وعلى الهوى دلوقتي، انت بتشوف من الراجل ده ايه؟ لا الراجل ده فعلا هو ده راجل مصري اصيل تمام، والراجل ده هوت ليه مواضيع عامة معانا كتير قوي، ومنها مدرسة الدراميلي ساعة معايا كتير، ولغاية ما انبنت الحمد لله ما شاء الله بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما شاء الله، مبنى عظيم على 5 أدوار ما شاء الله ما شاء الله. ما هي دي طبعا من موضوع المقاولات بتاعته، يعني ما شاء الله هو لما دخل وسعى كان بيسعى طبعا للصالح العام. طبعا كان راجل فاهم وشغال في الابنيه التعليميه وفاهم الشغل نظامه ايه تمام، وفعلا وسعى واستقبل كل المسؤولين الناس تمام تتحرك معانا، وكمان في الموضوع العظيم جدا مشروع صرف سيزا والغزال تمام. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. انا بشكرك يا حاج وجيه طبعا على الهواء. الله يخليك يا دكتور. لا لا ده راجل محترم جدا ورفيق جدا، ويا ريت ان كمان انا عايز امثله مجلس الشعب والله. نشكرك يا فندم. هو الناس كلها تحبه يعني. هو طبعا هو حب الناس دلوقتي. حب الناس عنده كمان احسن، بيقول لك احسن عندي من اي شيء. طبعا. راجل صادق وراجل محترم وكل الناس تحبه. اللهم لك الحمد. بنشكرك يا استاذ محمد. انا شاكر افضلكم. ربنا يخليك. والقناه الجميله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. والدكتور محمد بشكرك. الله يخليك. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. طبعا هنرجع تاني طبعا للدكتور محمد، وهنكمل المسيره زي ما انا قلت، دي مسيره نجاح، علشان أنا بحس في البرنامج دوت وفي الحلقة دي بالذات على إن الكل يشتغل،
مش هقول ان انا معايا شهاده وهقعد بقى لحد ما الشغل يجيني لحد عندي، او الشغل ده مش بيناسبني علشان انني معايا مؤهل عالي، علشان انا راجل معايا كذا. لا، ده لابد من الاصلاح، لابد من البناء، لابد ان انت تسعى، لان انت في 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 بيتك وفي رقبتك اسره كبيره لازم تسعى لها. وكلنا يقول لك ايه، والله انا بشتكي من ضيق المعيش. طب يا اخي وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فانت لما تسعى وتعمل اكيد ربنا هيرزقك بالخير كله عاجلا واجلا. طبعا دي امثله مشرفه، والدكتور محمد هيقول لنا الوقت على المسيرة والنجاح اللي احنا بنقول عليه الوقت. والله انا في يعني بعد هو ما خلص المشروع بتاع اسكندرية فوجئت بيه بيقول لي انا رايح مصر، رايح القاهرة. ما شاء الله. رايح تعمل ايه في القاهرة؟ تمام. قال لي انا لازم ادوس كده في العاصمة الادارية واخد شغل واعمل شغل. ما شاء الله. قلت له توكل على الله. تمام. ده كان اخر لقاء ليا بيه من فترة قصيرة يعني. فالمهم عرفت ان هو نزل والحمد لله رب العالمين، خلص الشغل وتعاقد، وحاليا احنا موجودين في الاستوديو. بس الجيش شغال في العاصمه الاداريه ما شاء الله، لان طبعا لازم عين نبنيها. لا تنام عين لا تنام، لازم نبنيها. لازم نبنيها. احنا عهدنا الرئيس ان احنا معاك، لازم نبني، لازم نبني. ما هي دي المبادره، مبادره البناء. وما تقوليش بقى ده معاه بكالوريوس طب وده معاه بكالوريوس تجاره وده مش عارف ليه، استنى لما البنك يجيبه ولا المستشفى دي تجيبه ولا ده كده يجيبه. تمام. لا، احنا عايزين نعمل. تمام. عايزين نوري الناس ان انا مش مستني الشهاده اللي معايا اللي انا خدتها في ايدي. تمام. عشان اعمل. تمام. اعمل في اي مجال، المهم ان انا اعيش ولادي واسرتي بالحلال. بالحلال. ايوه هي دي. ودي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا اكون واحد نافع في البلد دي. تمام. ليا مكان في البلد دي. تمام. الرئيس ينادي بان احنا عايزين نبني البلد. أيوة. يبقى لازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، لازم كلنا مش نسعى، مش نقعد على القهاوي ونقعد هنا ونقعد هنا عشان نشوف البلد ماشيه ازاي. لازم كلنا نسعى. انا فوجئت بيه نازل العاصمه وبسم الله ما شاء الله، وكلم الناس بتوعه وانا جاي معاه. انت تعمل كذا وانت تعمل كذا وبراعي شغله والحمد لله. ما هي ديت بقى الاداره. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام. أيوة. تمام. أيوة. الشغل مفتوح في العاصمه، الشغل مفتوح في الدنيا كلها. واحنا ما عندناش بطاله، وجميع التخصصات. تمام. جميع التخصصات موجوده والشغل موجود، اللي عايز يشتغل هيشتغل. تمام. اكيد. نفسك ان انت تشتغل اشتغل. تمام. اطلع اشتغل النهارده، هتشتغل في مجال وبكره هتحسن مستواك لمجال احسن. طيب. وهتوصل للعالميه ما شاء الله. فيعني انا مش عايز اتكلم في حق الحاج وجيه ان هو بدا صغير وبدا والنهارده الحمد لله. اللهم لك الحمد. الكرم من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الحاج وجيه هيوجه رسالة طبعا لكل شباب بيتكاسل، وهيقول له انت تعمل ايه علشان تنجح. اتفضل يا حاج وجيه. يسعى وراء المكان اللي فيه عمى. تمام. زي العاصمة الإدارية. تمام. فيها جميع التخصصات بأكملها. تمام. إذا كان معاها ليسانس هندسة، معاه دكتوراه، مع أي شيء، مهنة. أي مهنة ليه تخصصه هناك موجود. أي مهنة نجار، مهنة أي مهنة بتكون موجودة بتعلمها الشخص. الحاج وجيه بيقول لك على الهوى هوت لابد أن أنت تسعى وهيكمل. أكيد لنا. أكيد طبعا. والمرتبات هناك بضعف دبل. ما شاء الله. المرتبات هناك حلوة. ما هي حلوة ليه؟ علشان في بناء. في بناء. فلازم يبقى فيه مسيره للنجاح، وفي ماديات بتسعى الناس لها. أيوة. مجزيه او مقابل. ومقابل اجر التعب. اجر التعب اكيد طبعا. اتفضل. المجال مفتوح. تمام. ما يقعدش هنا ويقول انا مش لاقي هنا شغل، انا نصرف منين، انا فلان راح المدرسه. تمام. ده عايز دروس، ده عايز ما ينفعش. يعني لازم. دي رساله الحاج وجيه بوجهها لكل الشباب. تمام. على مستوى العالم او مستوى الجمهوريه. تمام. اقول لهم في شغل في العاصمه الاداريه الجديده، تعتبر الجمهوريه الجديده على الوضع اللي احنا شفناه حاليا. تمام. اقامه مشروعات ضخمه. تمام. بصراحه انا اول مشوار رحت العاصمه زهلت من الطرق. ما شاء الله. طرق رقم واحد. كانك كمان بتحسس ان انت في بلاد كبيره قوي. في اوروبا. يا باشا. لا مش اوروبا، احلى من دول اوروبا. احلى من العالم كله. لان مصر ام الدنيا وهتبقى قد وهتفضل الدنيا. ام الدنيا. وهتبقى ام الدنيا ان شاء الله بتوجيهات القياده الحكيمه. طبعا. وبتوجيهات كل انسان عايز يسعى ويصلح في البلد دي عشان تبقى حاجه كويسه. ايوه طبعا. ناخد اتصال معانا على الهواء. ومعانا اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا بيك.
باشمهندس محمد الخولي، اهلا وسهلا بيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا اخويا وحبيبي الاستاذ محمد الخولي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، منور يا حاج وجيه. اهلا بيك يا استاذ محمد. ازيك يا دكتور؟ منور الدنيا يا حاج محمد. ازاي الضيف الكريم اللي معاكم؟ ربنا يخليك، ده الاساس كله. الله يخليك. احنا في ضيافته طبعا. الله يكرمك. اقول لحضرتك بقى، انا عندي اختلاف مع كل الحبايب اللي اتصلوا. تمام تمام. ان انا الحاج وجيه انا اخويا، يعني انا متربى انا وهو. احنا متربين سوا يا استاذ محمد. أيوة. وده كان يعني شرف ليا كبير. موضوعه يعني كل الحبايب اللي اتصلوا بيشوفوه بيعرفوه في المناسبات، في هنا في هنا، عن طريق عمله، عن طريق مشاريع الخير اللي بيعملها، عن الحاجات دي. تمام. اما بالنسبه لي انا اخويا متربين سوا فعلا، انا اعرف عنه كل حاجه من الصغر، من الطفوله. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا طبعا الحاجات دي يعني شوف، انا هنقول لحضرتك على حاجه يعني هي من البدايه البذره طيبه. ايوه انا كنت لسه هتكلم في النقطه دي والله، انت لحقتني. ايوه اتفضل. من طالما البذره طيبه من البدايه وعمل الخير الاساس، الاساس طيب، الاساس طيب، الاساس طيب. وهنا وهنا برضه هنقول ان الحاج وجيه ما بقاش كده الا كان في توجيهات في البيت وفي الاسره، وكان الوالد صحيح. رحمه الله عليه الحاج عبد السنطيسي. ربنا كلنا على رايح فين وجاي منين وبتسهر مع مين وبتعمل ايه وبتخلي ايه. الله، اللي هي بقى اختار الرفيق قبل الطريق. يعني انت بتقعد مع مين يا ابني؟ انت قاعد مع فلان؟ لا ده كويس. انت قاعد مع التاني؟ لا ده مش كويس، ده بيشرب مخدرات، ده مش عارف ايه. لا، فدولت اتربوا على الاصاله. بالظبط بالظبط. الله ينور على حضرتك. الله يخليك. يعني انا عايز اقول للحاج وجيه ربنا يقويه وربنا معاه، وهو مشكرك. يعني ربنا مشكرك دايما يا فندم، متواجد في كل المناسبات السعيده والمناسبات الغير سعيده، وكلنا بنمر بيها، ده شيء طبيعي. نشكرك يا فندم. هنطلع جزيلا، وكل عام وانتم بخير. ربنا يخليك ومصر بخير يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني اعزائي المشاهدين. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، وطبعا مع البرنامج الشيق والحلقه الجميله اللي انا مش قادر اشبع منها مع الحاج، والوقت عدى بسرعه، مع الحاج وجيه السنطيسي ومع الدكتور محمد رجب الفراش. فاسال الله تبارك وتعالى ان يرزقهم بالصحه والعافيه. فالحاج وجيه طبعا هيقول لنا في الخطط المستقبليه اكيد بيحلم بحاجات كبيره قوي. ايه هي؟ للشركه والكيانك كرجل بتسعى في المصالح. اولا طبعا انا لازم اكبر الشركه ان شاء الله بامر الله. تمام. واحب اجتهد يوم عن يوم. تمام. وما احبش انام الليل. تمام. من غير عمل. تمام. وترتيب الشغل يوم بيوم. تمام. وكل واحد في مساره يحب ان هو يبان يوم عن يوم. تمام. طبعا دف طبعا الحاجات اللي زي دي سبب دوافع ليك ان انت تبقى تسعى للخير. وطبعا قبل ما هنختم البرنامج، طبعا الحاج وجيه حابب يشكر طبعا القياده الحكيمه، ويشكر قواتنا القوات المسلحه اللي دايما ساهره على راحه الناس كلها، وهو هيقول لنا الوقت وهيشكر طبعا على الهواء. اتفضل يا فندم. انا طبعا بشكر الاول السيد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ربنا يحفظه. وبشكر قوتنا المسلحة التي انتصرت على الإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام. ثم بفضل سيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفظه الله لمصر يا رب وشعب مصر. ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان، كل هذا النعم بفضل الله ثم بفضل قواتنا المسلحة، حيث أنها لا تنام الليل من أجل راحة هذا الشعب العظيم. وإن غبار التراب الذي يطير من على بيادات الجندي المصري والقوات المصرية أشرف وأعظم من دول أخرى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم مصر فاتخذوا منها جنديا كثيفا. جندا كثيفا. تمام. فهم خير أجناد الأرض، حيث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرس مصر بنفسه. وقال سبحانه وتعالى:
وقال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق مصرنا نعمة الأمن والأمان. وإن شاء الله ياريت من الإعداد الوقت ينزل لنا صورة الحج عبد السنطيسي والد الحج وجيه. أسأل الله تبارك وتعالى وإحنا على الهوى الوقت أن يرحم الحاج عبده السنطيسي رحمة واسعة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل في هذا اليوم العظيم على أهل القبور مائدة تكون لهم عيدة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم بالإحسان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الحاج وجيه بالخير كل عاجلا وآجلا. وأن يرزق مصرنا نعمة الأمن والأمان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين. وأن يرحم الحاج عبد السنطيسي الرجل الذي سعى دائما إلى خدمة الناس وجعل نبتا طيبا يسمى الحاج وجيه السنطيسي. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ القيادة الحكيمة. ورسالة أوجهها إلى الشعب المصري عزاء واجب علينا جميعا في وفاة في سيادة الرئيس الأسبق لمصر الرئيس محمد حسني مبارك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يرحم موتانا وموت المسلمين إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولا أنسى دائما أخي وحبيبي الأستاذ محمد الملكي على الهوى أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بالخير كله إنه ولي ذلك والقدر عليه. انتظرونا إن شاء الله في نفس الموعد. نترككم في رعاية الله وأمنه. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.